الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم مؤتمر إطلاق برنامج واعد. هذا البرنامج خاص بتبني القيادات الشابة الواعدة اللي موجودة في أندية إمارة الشارجة بصفة خاصة، والمؤسسات الشبابية اللي موجودة في إمارة الشارجة. الهدف منه هو تبني القيادات من الصغر، لأن في كل فريق تلاقي 2 أو 3 من اللاعبة عندهم بعض الإمكانيات القيادية الواعدة، فنحن إن شاء الله بنتبناها وبنقدمها. الهدف مش بس صناعة جيل من القيادات الشابة تخدم الرياضة، لا، الهدف الأسمى والأكبر هو صناعة جيل من القيادات الشابة يخدم دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة الشارجة بصفة خاصة. أشكر جميع من حضر وفريق العمل اللي أشرف على هذا البرنامج، وإن شاء الله وبإذن الله بتشوفون برنامج نوعي في تبني القيادات الشابة وتطويرها.